اعتقلت السلطات التركية 7 من عناصر تنظيم الدولة، من بينهم قياديان، وذلك في عملية أمنية نفذتها في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فإن العملية جرت بالتنسيق بين قوات حرس الحدود في غازي عنتاب والقوات التركية الموجودة في مدينتي جرابلس والباب شرقي حلب. وأوضح المصدر أن العملية جاءت بناء على نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات التركية خلال عملية أخرى نفذتها في جرابلس والباب قبل أيام. أفادت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 50,000 شخص حول العالم فقدوا حياتهم خلال رحلات الهجرة منذ عام 2014، بينهم أكثر من 1,118 سوريا. وأضافت المنظمة أن أكثر من 30,000 قتيل كانوا غير معروفين الجنسية، في حين أن عدد المتوفين الأكبر ممن عرفت جنسيتهم كانوا من أفغانستان وسوريا وميانمار، مشيرة إلى أن أكثر من نصف حالات الوفاة الفردية التي تم توثيقها حدثت على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها، حيث أودت طرق البحر الأبيض المتوسط بحياة نحو 25,000 شخص على الأقل. كشف مدير برنامج اليونسكو لمكافحة المنشطات في سوريا صفوح سباعي عن انتشار المنشطات والكبتاغون والترامادول والعديد من المواد المخدرة الأخرى بين طلاب المدارس والجامعات في مناطق النظام. وأكد سباعي في تصريحات نقلتها إذاعة ميلودي اف ام إن هذه أو انتشار كبير لهذه المواد المخدرة وأيضا المنشطات تحت مسميات حب السهر بين طلاب المدارس والجامعات، موضحا أن سعر حبة الكبتاغون يبلغ 500 ليرة سورية فقط، كما يجري الترويج للحبوب المنشطة تحت اسم الأرنب والعنكبوت وغيرها من الأسماء، وتصل إلى طلاب المدارس والجامعات عبر عدة طرق. أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام القبض على سائق ميكروباص قتل محاميا ورمى جثته بجانب طريق في ريف دمشق. وقالت الوزارة في منشور على صفحتها على الفيسبوك إن بلاغا وصل إلى شرطة ناحية الكسوة يفيد بوجود جثة لشخص بالعقد السادس من العمر مجهولة الهوية مرمية على الطريق العام داخل مدينة الكسوة. وبالكشف على الموقع تبين أن سبب وفاة الشخص يعود إلى الأذية الدماغية الرضية الناتجة عن كسور في عظام الجمجمة، مضيفة أنها تواصلت مع إلى الفاعل وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على هذا الفعل. سجلت أسعار البيض ارتفاعا قياسيا في أسواق دمشق، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 800 ليرة سورية. وقال موقع أثر بريس الموالي إن استهلاك الناس للبيض انخفض بشكل كبير بسبب الغلاء، وأصبحت نسبة كبيرة منهم تشتري عند الضرورة بيضتين أو بيضة واحدة، وأحيانا لا تتجاوز مبيعات التاجر اليومية للمواطنين 8 كرتونات. هذا ونقل الموقع عن عضو لجنة مربي الدواجن في دمشق حكمة حداد أن كلفة الكرتونة الواحدة من البيض عند المربي حاليا بحدود 12,000 ليرة سورية، وأما كلفة البيضة الواحدة على المربي بشكل تقريبي 550 ليرة. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية رقما قياسيا يصل إليه للمرة الأولى، متجاوزا 5,500 ليرة سورية للدولار الواحد. هذا وسجل سعر صرف الدولار مطلع الشهر الجاري نحو 5,100 ليرة، وهذا يعني أن قيمة الليرة انخفضت خلال أقل من شهر إلى نحو 54 ليرة. وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وسط أزمة معيشية يعاني منها الأهالي في سوريا.
كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية التابعة للنظام عن توقعاتها حول تأثر البلاد بمنخفض جوي يبدأ من اليوم الخميس. هذا وحذرت المديرية من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات. من جهته قال المتنبئ الجوي ماهر مرهج إن ذروة التأثر بالمنخفض ستكون يومي الجمعة والسبت، في حين ينتهي تأثيره صباح الأحد، ولكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها.